ولاد لي بي تي في قال لك بداو تحشموا بداو تكمشوا ما تعرفوش شي حاجه مرحبا بكم اجي ديروا اجي ديروا بعدا معايا سويفيات انا نيت انا بعدا نقريكم الدومين عاد سيروا قريوا لعباد الله بداو تخرجوا على عباد الله شي حاجه نديرها كرباط بيت وعندي بي سي ما كنطيقش في داكشي ديال التداول اختي ديري اي بي تي في والله يحم لكم الوالدين دابا انا بحال هاد السمانه اللي فات واحد السيده اش نقول لك ما عرفتش تقدر تكون انت تشوف هاد اللايف هذا دابا واحد السيده دازت معايا كونسلتين شرحنا ليها كلشي كان الحماس في الاول ومشات شرات الماك وكاين الحماس اسيرا خبرات على السويفي شي 3 شهور ولا ما عرفت 4 شهور يعني دازت معايا ما عرفتش شي شهر 6 ولا 5 ملي جيت نهضر معاها قالت لي واه سيامين ودابا راه كنخسر ليا البي سي قلت لها هذاك البي سي شحال قال لك باش اوه 300 درهم قلت لها دابا بيزنس كامل على 300 درهم انت بغيتي توقفيه اي الله بغي اللي بغي يدخل شي حاجه الله يرحم الوالدين يا داك الحماس باش النهار الاول شي نهار الاول داك الحماس انا هذا الشيء والله الا تنقول لكم لان كنشوف الدراري عندي في البيرو كنشوف رجاله عيالات كنشوف جميع انواع الشباب جميع انواع المجتمع كنشوفهم في هذا البيرو راه داك الحماس اللي كان عندك النهار الاول باش بغيتي دخلتي راه هو اللي خصو يبقى فيك ماشي الحماس النهار الاول كاتلونسي في شي بيزنس ولا نهضرني على لي بي تي في ما صدقش ليك داكشي كما لا صافي هادشي راه المشاكل راه صاحبك اي دومين ما فيهش المشاكل راه كلشي فيه المشاكل واه في الاول الحماس ومن بعد ما بقى حماس ايوا شنو انا عاود لكم على قصه واحد السيد غير اقتضاب وندوز نكمل دغيا جا عندي واحد السيد بلا ما نذكر شنو كان المهم خدام في واحد خدام مع واحد المؤسسه كان خدام بخير وخرج وتعرض للطرد تاع السوفي وهذاك السيد داز عندي العام اللي فات وهذا السيد ما عمرو قاس بي سي ما عمرو قاس فيه ما تعرفش هذا الشيء في الاونلاين وشي حوايج اللي ديك الحقره اللي عاش ديك الطريقه باش العائله ديالو ما بقاتش كتعامل معاه ملي كانوا عنده الفلوس ماشي هي ما بقاش عنده الفلوس والسيد فريمون ما والو هو مع البي سي والو ولكن كانت فيه واحد الحرقه اقسم بالله كان تيقول لي ما تنعس ملي المهم بدا اي بي تي في نيت ملي المهم شرحت ليه وهذا واحد السيد ما تيفهمش خاصو وقت اقسم بالله قال لي السي امين ما كنبقى ناعس حتى 4 الصباح 4 5 عاد تنعس ولكن فيه واحد الحرقه واحد التدمير ها هو اخر مره هضرت معاه دار 7 كف الشهر من والو سيد والو ولكن اخويا الفرق اشنو هو واحد عنده الحرقه باغي يضرب تما راه ويتقاتل واحد طلقها واحد شي باغي هذا هو الفرق هذا مثال شتو خاص تكون نفس الحاره نفس لما كانت حاره ديما تنقولها وقت طويل باش تعلم وغتخسر فيه فلوسك عاد تتعلم وبعد على دوك الناس اللي تيقول لك دخل في الجروبات انا عندي الفورماسيون الخبراويه اللي غادي دير هادشي اللي بغيتي تشوفوه غير من واحد المصطلح شوفوا غير لي بي تي في اش واقع فيه حتى واحد ما كان تيهضر في لي بي تي في كنت انا في هذا مره تنقول لي بي تي في وكندوز ما عمر خرج لنا شي خبير الخبره وقتاش خرجوا حتى درنا الضجه ولات الفورماسيون واحد جا عندي الصباح قال لي كاينه فورماسيون ب 100 درهم لي بي تي في قال لهم تندخل انا 100 مليون يا زيد كلشي ولا مخيبر وكاينين شي خبراء تيقولوا شي هضره واش تيجيو عندي كونسلتين كيصيفطوا شي حد ما عرفتش تيقولوا شي هضره اي باش نقول لهاد الخبراء هادشي راه فيه تجديد داكشي اللي كنقول داكشي اللي قلتو للدراري العام اللي فات راه ماشي هو اللي كاين هاد العام يعني نتوما ما فاهمين لا في الدومين لا التوزه كتصيفطوا ليا شي بعالك ديالكم هنا ولا ما عرفتش كديروا وتتمشيو ديروا عليها دوره تبيعها لعباد الله وداكشي كيتبدل من بعد غير باش تكون عارف راه غير الدراري اللي دازوا عندي في شهر 5 ماشي هما اللي داكشي اللي قلت لهم راه ماشي هما اللي تنقول لهاد الدراري ديال دابا عا باش نكونوا متفقين حيت انت ماشي ولد الدومين وما عرفت توزع واش كاين شي واحد ولد الدومين تيقول الدراري ديالو كيورث الاي بي تي في قال لك ولد الدومين ما عرفتش انا على من تندوي انا ورا ليها وجهه وقال لي كاين شي واحد تيقول لهم تخرجوا على الدراري انفورماشنال كيور كتصرط ليه البيجي كيجيو غالي كليك ولاد الاي بي تي في قال لك بداو تحشموا بداو تكمشوا ما تعرفوش شي حاجه مرحبا بكم اجي ديروا بعدا معايا سويفيات انا نيت انا بعدا نقريكم الدومين عاد سيروا قريوا لعباد الله بداو تخرجوا على عباد الله واحد ثاني جاي داك النهار تيقول لهم ديروا 0.5 في الكيور الضفاك اصاحبي فين قريتي انت هادشي انا قلت نتنرف عليهم المهم دوز
خويا امين كيفاش نتفادى الفيريفيكاسيون ديال باي بال؟ الله يحفظك ما كاينش. غاتجيك غاتجيك بيس اي في تي في سبيس. والله لا راه اللي تهضر لي يمشي يدير لهم فورماسيون كليب بي تي في قعدي طلق عليهم القرنايبه تما وغادي يعول لي استراتيجي ديالي هادوك. حيت داكشي اللي قلتو لهم انا اللي كنت نقولو للدراري ها باش تكونوا عارفين. وداكشي تيتبدل انا صاحيت الوالدين عاودوا صيفطوا لي الناس ياخذوا عندي سويب ولا جي انت عاود ثاني صيفط لي شي واحد باش تعرف الكالوخه ديال على غير الاي بي تي في ملي كنتو تبغيو تبداو في الاول. كنت نقول لكم يا كنت نقول لكم باش تبدا 2000 درهم تيقول لي شي واحد 1500 تنقول ليه هي تبدا. دابا باقي تنقول لكم هذا الشيء انت بيجي ما تعرف تحسبه. والله البيجي الازمه ما تعرفوا يحسبوه بالرب المعبود ما تعرفوا يحسبوه. والله الا قال لك دير لي قول لهم ديروا كيورك لي بي تي في فورماسيون هذه خرجوا على عباد الله. فقلت يجيو عندي بزاف الناس دايرين اي بي تي في نعيا نقول لهم ما ديروش يجيو عندي الدراري دايرين اي بي تي وغادي يقول لي اي بي تي في تقول لي هي اللي تصرت لك البيجي. اي اخ امين هي اللي كتصرت لي البيجي ياك الناس يدخلوا عندك ويخرجوا في السيت. اييه هما تيخرجوا ايوا صافي ايه ولكن تيجيوني لي كليك السي امين تيجيوني على بقات في الكليك اش قدا لي انا واحد يدخل للسيت وما يشريش. وراه دابا فيكم الدراري اللي كيشوفوني ويقول لي هي كاينه اه هي اللي كتصرت اه تنخشيها مع لي كيورد هي اللي كتصرت البيجي اه هي اه والله يكونوا ها هما تيتفرجوا فيا دابا اللي ملونسين دابا ويكذبوني اه هي هي اللي كتصرت البيجي. الناس عندك تيدخلوا ويخرجوا اييه السي امين تيدخلوا ويخرجوا في يا بقاو تابعين هذوك قناقه. ايوا عندك عندك الحق اخويا سير حيد هذيك البساله راه ما خداماش. ترى ماشي دير سته تربح من الادسنس ملي تكون دير سته تربح من الادسنس هي بغيتي انت الترافيك يدخلوا بنادم باش يشوفوا الاشهار باش كتربح. اما انت راه باغي تبيع اخويا وملي كان بغي نبيع اه واحد اخر الله جبدتوا راسكم واحد اخر لا ما تستهدفوش الكيورد لي بي تي في. اش من الكيورد باش تعرف بنادم حمار ما فاهمش الجوجل ادز على اخويا. واخا الا ما استهدفتش الكيورد الاي بي تي في اش من الكيورد غنستهدف اه غيكتب الكليان اوتوموبيل وغنخرج ليه انا في الاشهار. لا هو غيكتب طوموبيله ولا يكتب تيقلب على تقشيره وغنطلع ليه انا في الاشهار. هادو راه تيقول لك حنا الواعرين باش تعرف ماشي قضيت واش هو ولد الدومين ولا باش تعرفوا ما تعرف حتى جوجل ادورد عمر حياته خدم به. لا ما ديروش كيورد الاي بي تي في الاخوان حتى واش طنطن في مخك ولا. ودابا الاخوان كيستقبلوا المعلومه وما كيحللوهاش. غادي نسول غير راسي انا باش خدام السيرش اد اشنا هو السيرش اد يعني بنادم تيقلب في جوجل وكيطلعوا ليه النتائج. هاد خونا قال لي ما نستخدمش اي بي تي في علاش غندير انا صافي هذا تيرجع ما كاينش هاد المنطق. والله الا قال لهم ما ديروش كيورد لا واش غنخدموا اخر واحد يقلب على توبان ونطلع ليه انا ولا شنو. وراه شي فريمون تيعصب والله الا تيعصب بالله. وانتوما وليتو غاديين بهاد شي حاجه تلاحوا لي فورماسيون انا تندير 50 كا انا تندير هادوك اللي كيديروها ما تيبانوش باش نكونوا واضحين سالينا. اللهم بارك الدراري اللي جاو عندي هير هنا البيرو اللي عرفت انا بعدا اللي تعرفت عليهم كاين اللي كيدخل كاين اللي تيدخل 300 400 في العام ديال لا فورماسيون هو مشغول طنطل الله راسو غا سوبور وكيفاش يجيري هذاك الشيء كاع ما مسالي لك يدير لك الفورماسيون وما باغيش يدير. خويا امين عافاك انا الادس ديالي حابس ومازال عندي معاك روندوفو بعيد سسبند بيمنت. خويا ايوب بيمنت سسبنشن المشكل اللي هو عادي جدا انت خصك تصيفط لهم لاكارت ناسيونال علاش يجيو علاش يديروا لك بيمنت سسبنشن. كيديروا لك بيمنت سسبنشن لانه هذيك لاكارت بونكار اللي دخلتي انت ما كيعرفوش واش كارطا اللي هي امبيراتيا ولا شي حاجه ما تيعرفوش. داكشي علاش بيمنت سسبنشن شي دير لاكارت ديال اي واحد تيدير لاكارت راه تجي بيمنت شي فيسبوك اب وراه تيديروا لك بيمنت سسبنشن لان هذيك لاكارت بونكار ما تعرفوش امبيراتيا ولا ما امبيراتياش. نهضر على صحاب ترونسفير وايز اللي كيخدموا بالادورد المعاناه. انا ما تنهضرش على صحاب ترونسفير وايز لان هذوك صحاب ترونسفير وايز هما اللي كيديروا داك البلان ديال التريزور عيقوا حتى ولات جوجل كدير لك بيمنت سسبنشن. انا تنهضر على واحد اللي ما تيخدمش بترونسفير وايز. ترونسفير وايز دابا كاع حاليا دابا ترونسفير وايز اش ولات دايره كانت كدير حتى هي تجيك بيمنت سسبنشن كتصيفط لهم تعاود يدوزوا لك. دابا
كدير بيمنت سسبنشن كتصيفط لهم لاكارت تيعاودو يطلقوا لك تطلونسي تيعاودو يسدو لك بيمنت سسبنشن. اذا ترانسفير وايز ما بقاتش خدامه.